ما اسمع القصة لا هذه. عطني عطني كم بالحق. أمس أنا قاعد أفكر كذا بصوت أبغى أرفع عالي، يديك. قاعد أفكر كذا بصوت عالي زين، وشلون عبيد شلون تبر أمك أو تعق أمك وأنت ما تدري كيف، وشلون تصير بار بأمك ولا عاق فيها وأنت ما تدري كيف. علم عاد أنا وأنا والله إني أتكلم جد. أمس حتى قاعد أسأل كم واحد من الشباب وطلعت معي هالنتائج هذه، واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. طبعا بدون ما أطول عليكم بس أسردها. أول شيء أحد أشكال العقوق إنك ما تسولف عن أمك. بعض الناس يجي كلامه زين ويعطي أمه فلوس يعطي، بس مو بيقول لها وش صار وش ما صار له، ولا يهمشها يعني. لا مو بيهمشها، لا بس مو بيسولف لي عمره، مو بيسولف لي عن التفاصيل. يا يمه انا رحت وسويت وجيت، واليوم والله رحت مع بنت دفنه وبنت دفنه طاح وانكسرت رجل بنت دفنه مثلا. لا ان شاء الله بسم الله عليك. وكل السواليف هذه امك ترى تحبها بشكل غير طبيعي. صح. فاحد اشكال البر انك تسولف على امك، مع انه شيء مو مكلفك شيء، بس يخليك تفضل نفس المره بالسوء. نفس المره بالسوء مرات تسولف عن شخص تحب تسترسل معه في السوالف، فهمت؟ لكن شخص انت تفكيرك انه ما يفهم سوالف، فهمت؟ هو يكون محب لي سوالف. ايه؟ فنفسك تعيى انها انك تطلب. اي لا لا، نفسك تعيى انها تجيب السالفه من خاطر، فهمت؟ تجيب شيء عشان بس تخلص. اي بس تخلص، فهمت؟ خاصه الشيبان الكبار مرات انك ما تنتبه لعمرك تسولف عندهم. والله العظيم تجيني لحظات مرات استرسل في السوالف، فهمت؟ عند ابوي ولا امي، ومرات السوالف تطلع عن بالغصب. ايه؟ لانه يكون في بالي وش شيء ثاني. ايه فهمت؟ ايه وفي بالي اني بروح بطلع ويقع بغى يسوالفك، فهمت؟ ولا بغى يسمع تسجيلات القصيد السوالف اللي في التلفون، انت قاعد تتكلم ترد على العالم في الخاص. هذا لا كلمك. آه. الشيء الثاني ابحث عن حاجة امك، كل ام محتاجة بس انها ما تقول. ليش؟ لانه امك انت لمنها طلبت منك الحاجة تصير سعيدة، لمنها جتها حاجتها بدون ما تطلب تصير سعيدة جدا جدا جدا. حلو. فلذلك من البر انك تدور حاجة امك، بخاطره مغسلة اوتوماتيك حقت ملابس، بخاطره قطعة ذهب. حتى ترى الام احيانا تصل معها المرحلة انها تلمح لك بطريقة غير مباشرة، اللهم الفلان اشترت ساعة ما شاء الله بالذهب، لو تشوفها يا وليدي مي بطبيعية يعني، افهمها. لا لا هذا مو بتلميح، هذا الشيء بعد مدة تقول لك يعني اغدي كبار. وللأسف انه بعضنا ما يدري. الشيء الثالث لزم على امك. احيانا انت لما طلع راتبك 7000 تقول لي ما سمي 2000 ولا 3000 تقول لك لا، واحيانا تحلف. فانت الشيء الوحيد اللي يغلب فيه امك انك تلزم عليها اكثر، كذا تقع في دائره البر. اللي بعده احسب حساب امك وخواتك. الى من الحين لو تسالني انا تقول لي عبد المجيد كم سافرت مع ربعك من مره؟ خب اقول لك 19 مره. كم مره مع امك؟ اقول لك مره. شفت الخطا؟ شفت انه ما في موازنه بين الأمرين؟ فحسب حساب أمك وخواتك. زين يمكن أمك كبيرة في السن وما تحب. هي إذا صارت بها تحب هذا شيء ثاني. بس أحياناً لو ترى تقول يما هنسافر، أنت تقولها بس عن قوله يما هنسافر، لا والله يا ولدي ما ودي أكلف عليك اللي تشوفي، وانسحب تكتيك كلمة عذر. أي بينما ربع الاستراحة تلقاك تلزم وتلزم ومحفول مكفول وجب منه وعدل منه إلين يرضى أبو فلان. صدق. اللي بعده هذه جميلة، اسأل عنها في وقت هي ما تتحرى السؤال. يعني مثلا الحين أنت يا بنت دفنة مثلا بالبرنامج زين، مثلا الوالدة على قيد الحياة الحمد لله، الله يطول بعمره وعمره ما يمسها أمهاتنا أجمعين. تخيل أنت مثلا، طبعا مثال تدفع 50 ريال تروح تدق على أمك دقيقة مثلا زين، مع أنها هي براضية زي مثلا أمي قالت لي لا، تدفع 50 ريال تروح تدق على أمك دقيقة. الدقيقة دي حتى لو هي زعلت عليك تلقاها متقطعة على هد إنه ولدي ذكرني ودفع من حسابه علشان بس يبرني. واحد من الربع أمس سولف معه عشان الموضوع، يقول أنا دقيت على أمي وأنا أطوف، يقول أنا أطوف بمكة رفعت الجوال والله يا أمي يمتني وأنا أطوف إني تذكرت زقت عليه. يقول بقلب أمي عجزت تنسى لأنه بوقت هي ما حسبت حسابه إنك تسأل عليها. هذه النقطة يا جماعة أنا متأكد كلنا وقعنا فيها، لا تسولف بأشياء أمك تغار منها. أنت زوجتك تعرف تطبخ زين، وأمك تعرف تطبخ، لا تجي عند أمك كل شوي والله مرتي اليوم سوت لنا أكل طيب. طب خاصة شفت أمك تغار منها شيء اسكت. السلام عليكم وبركاته. ما أنت ملزوم أنك تتكلم. طبعا ما الجميع كذي. ها طبعا الحريم ما كلها كذي أكيد. أنا أقول لك إذا شفت
اذا شفت ان امك حتى مو بلزوم بس الماكل والمشرب، احيانا ترى امك مثلا تغار معليش من الشراك للهدايا لربعك، لا تقول لامك انك شريت لربعك ان كانها تغار، فهمت؟ اشتر لامك خليك جزل واشتر ربعك ولا تعلمها، ولا تغلط الغلطه بعد مع الزوجه نفسها. شلون؟ شلون؟ واحد الله يذكره بالخير يقول على سما منه على حرمته يبغيها تربي انت تربيتك تعبانه، مانش نفس امي، كل شيء مقارنه بامه. يا اخي كره الحرمه في امه. لا تقارن العالم ببعضها البعض. تبغى تنصح انصح بروحها، ماكن ما تقارنها مع الام ولا الام تقارنها مع هذا مصيبه كبيره تسبب فتنه وانت ما تدري بنفسك. صح. وعلى الطاري هذا انا خلصت طبعا، بس انا ترى قبل يجوا الشباب كنت اقول امس انا قاعد افكر وش الاشياء اللي تبر فيها امك ولا تعق فيها امك وانت ما تدري. سجلتها بتسع نقاط انا وواحد من الشباب امس قاعد نسجل. انت قلت سبع نقاط الحين قد انت مع افكارك انت سجلت اثنتين طول الوقت تسولف زين فصارت تسع نقاط يا اخي ارفع ضغطك سم الله لا حد يفتح